السلام عليكم. سوف تكون محاضرتنا اليوم عن كيفية الدخول إلى المنصة الخاصة بالجامعة التكنولوجية وهي منصة كانفاس. أولا يجب الذهاب إلى موقع الجامعة التكنولوجية من خلال الويب، من خلال أي متصفح، نكتب كلمة الجامعة التكنولوجية ومن ثم الدخول إليها. سوف تظهر لنا الواجهة الرئيسية للموقع، هذا هو الموقع الخاص بالجامعة التكنولوجية. ها هنا نجد قناة الجامعة التكنولوجية على اليوتيوب، وهذا هو قناة أو البيج الخاص على الفيسبوك. أما هذا الإيقونة فهي التي تمثل المنصة الخاصة بالجامعة التكنولوجية. عند الضغط على هذه الإيقونة سوف تظهر لنا هذه الصورة. في هذه الصورة تقوم بإدخال الإيميل الذي سوف يتم إرساله إليك. ها هنا الإيميل، وتكتب ها هنا كلمة السر التي أرفقت أيضا وأعطيت إليك، ومن ثم نضغط على لوج إن. بعد الضغط على لوج إن سوف ندخل إلى منصات الجامعة التكنولوجية، وأنت أول ما راح تدخل حتشوف هذه الواجهة. طبعا الواجهة يعني خالية، تحتاج الكثير من العمل، والذي سوف نبدأ كيفية ملء السيتنج الخاص بصاحب هذا الحساب وكيفية إعداد الصفوف وإضافتها وإلى آخره. وشكرا جزيلا لاستماعكم.